السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين المملكة تنظم المنتدى اللوجستي العالمي أكتوبر المقبل في الرياض. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. للتخفيف من معاناة الشعوب المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني. بهدف تطوير الكوادر الصحية اعتماد 14 شهادة احترافية مهنية مدعومة من هدف. وتشاهدون في نشرتنا أيضا النيابة العامة تحقق مع مواطن تسبب في انقطاع أطفاله عن التعليم وتوجه بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 10,000 مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص وخبراء وكبار التنفيذين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم وزير خارجية المالديف السيد موسى الزامير. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال لقائه بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها. تشارك المملكة العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس في كل عام، إدراكا منها لأهمية التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث قدمت المملكة منذ عام 1975 حتى عام 2024 مساعدات إنسانية تقارب 131 مليار دولار أمريكي، غطت 171 دولة. وبنهاية عام 2023 حققت المملكة المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم.
حيث قدمت ما نسبته 3.16% من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة. العالمي للعمل الإنساني احتفاء خاص بروح العطاء النابعة من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية لمد يد العون والمساعدة من أجل التنمية وتخفيف معاناة المتضررين أينما كانوا. يوم تبرز فيه جهود المملكة بصفتها رائدة في البذل والعطاء وتقديم المساعدات من أجل كرامة الإنسان وعيشه حياة كريمة في رسالة عالمية نابعة من قيمها النبيلة وأهدافها نحو إنسانية بلا حدود لا تفرق بين الانتماءات أو المعتقدات أو الجنسيات، فالكل أمام إنسانية المملكة سواء. فإنني أعلن تأسيس واجح وضع حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث في دفع مساعدتها ورفع معاناتها. عام 2015 أطلق خادم الحرمين الشريفين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزا دوليا رائدا لنجدة المجتمعات التي تعاني من الكوارث باستجابة إنسانية سريعة تلبي نداء المحتاج في شتى بقاع المعمورة. قدم المركز دعمه الإنساني والإغاثي والإنمائي عبر أكثر من 2670 مشروعاً بتكلفة تخطت 6.5 مليار دولار نفذها مركز الملك سلمان في نحو 100 دولة حول العالم حتى نهاية العام الماضي 2023، متسلحاً بأهداف نبيلة تتجلى في توفير الغذاء والدواء، الرعاية الصحية والتعليم، المأوى لمن فقده. شكل المركز نقلة نوعية في العمل الإنسانية على المستوى الدولي ببناء شبكة قوية من الشراكات والموثوقية مع دقة التخطيط والتنفيذ لوصول المساعدات لمستحقيها وبصورة عاجلة رغم كل التحديات. مركز الملك سلمان للإغاثة ذراع إنساني عالمي بسواعد وطنية سعودية مهنية ومحترفة تعلي قيم العطاء بلا تفرقة أو تمييز. لتفاصيل أوسع مشاهدي الكرام حول المؤتمر مع المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجديري. أهلا وسهلا بك أستاذ سامر معنا في نشرة أخبار السعودية. في اليوم العالمي للعمل الإنساني يبرز اسم المملكة. بداية أستاذ سامر، يعني كيف تصف حضور المملكة في ميادين البذل والعطاء على المستوى العالمي؟ حياكم الله وحييكم وحيي المشاهدين الكرام، وأتشرف أن أكون معكم في هذه الساعة، وشرف لي أن أتحدث عن المملكة العربية السعودية في هذا اليوم. نعم. إذا كان من كلمة فهي
المملكة العربية السعودية رائدة في العمل الإنساني والإغاثي والخيري منذ تأسيسها بحمد الله عز وجل، وهذا عرف ثابت وقيم أساس لا تتغير في سياسة المملكة العربية السعودية. المملكة نهر من العطاء الإنساني يغيث الفئات المحتاجة والمتضررة واللاجئة في مختلف القطاع العام. الحمد لله حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وصولا إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، على رعاية وتنمية العمل الخيري والإنساني وتطويره على أسس سليمة وقواعد راسخة، وإدراكا منها لأهمية هذا العمل في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب. بحمد الله عز وجل المملكة العربية السعودية دعمت كل من يحتاج الحقيقة، سواء الكوارث في حالات الكوارث أو الحالات الحقيقة الإغاثة العاجلة أو غيرها من الإغاثة المستمرة أو المستدامة. دعمت بحمد الله عز وجل منذ عام 1975 حتى عام 2024 إجمالي ما دعمت به وقدمت المملكة العربية السعودية من مساعدات إنمائية تجاوز 131 مليار دولار أمريكي، وهذه بحمد الله عز وجل استفاد منها 171 دولة حول العالم. هذه الأرقام هي أكبر، هي أفضل الكلام الذي يمكن أن يقال في اليوم العالمي للعمل الإنساني. وبالمناسبة كيف تنظر أيضا لمسيرة المركز، مركز الملك سلمان للإغاثة منذ إنشائه في العمل الإنساني والتنموي؟ مركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية الإنسانية بحمد الله عز وجل تم تأسيسه في 13 مايو 2015، وذلك واستمر الدعم السخي الذي لا ينقطع من مقام سيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، واستطاع بحمد الله عز وجل أن يبني منظومة عمل احترافية، واستطاع بحمد الله عز وجل أن يصل حتى الآن إلى 100 دولة حول العالم، استطاع أن يقدم بحمد الله عز وجل مشاريع تجاوز عددها 3000 مشروعا، بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حتى الآن حوالي 7 مليار دولار. نحن بدأنا بحمد الله عز وجل باليمن، ثم تقدمنا حتى بلغنا بحمد الله عز وجل 100 دولة، واستطعنا أن نقدم نماذج من الأعمال والمشاريع النوعية التي أصبحت بحمد الله عز وجل هي نماذج يتم تطبيقها على مستوى العالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي والخير. نعم، يعني ساهم مركز الملك سلمان بدور محوري في يعني الربط بين الإغاثة والتنمية، وبلا شك يعني هناك كفاءات في المركز بودنا لو، وعمل إداري أيضا بودنا لو تحدثنا عن هذا العمل الإداري والكفاءات التي تسهم في تنفيذ خطط المركز. استطاع مركز الملك سلمان بحمد الله عز وجل للإغاثة الإنسانية بناء على التوجيهات السامية، أولا على بناء فريق متكامل بحمد الله عز وجل وفريق محترف. هذا الفريق وأعماله يتمتع بكفاءة ومرونة عالية، ويستطيع الوصول إلى أماكن الاحتياج بفترات بفترة قصيرة جدا، وهذا ما ميز فريق مركز الملك سلمان في أعماله، المرونة والسرعة في الوصول للمحتاجين. استطاع مركز الملك سلمان بحمد الله عز وجل أن يثبت ذلك من خلال التدخلات الإنسانية المتوالية في الكوارث المتتالية التي أصابت العالم في الأعوام السابقة وآخرها عام 23 وعام 24. كنا أول من وصل بحمد الله عز وجل كمركز في كثير من هذه الكوارث، واستطعنا أن نعدس فارقا. الأمر الآخر أن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية استطاع أن يكون شبكة من الشراكات على مستوى العالم، وصلت إلى 75 شريكا منها المنظمات الأممية والمنظمات المحلية، والتي استطاع من خلالها أن يجود العمل وكذلك يحسن من آليات الوصول، وكذلك يطور من أعمال هؤلاء الشركاء، وكذلك يعزز هذه الشراكات لأجل مصلحة واحدة وهي الوصول للمحتاج ومساعدة المحتاج. مركز الملك سلمان كذلك استطاع أن يكسب الحقيقة عدد كبير جدا، وهو فريقه الأكبر وهو فريق المتطوعين. إذا استطاع أن
بحمد الله عز وجل من خلال منصة التطوع استطاع أن يستقطب أكثر من 62 ألف متطوع، وهؤلاء بحمد الله عز وجل خلال فترة 4 سنوات السابقة قدموا أكثر من 176 ألف عملية جراحية حول العالم، وعملوا في 47 دولة، وقدموا بحمد الله عز وجل 711 مشروعا في تخصصات دقيقة جدا كجراحة القلب وجراحة العظام وجراحة العيون، وكذلك الآن برنامج سمع السعودية، برنامج نبض السعودية لجراحة القلوب، برنامج نور السعودية لجراحة كل جراحات متعلقة بالعيون، واستفاد من هذه الأعمال بحمد الله عز وجل أعمال المتطوعين تحديدا أكثر من 1,800,000 مستفيد حول العالم. نحن هذا الفريق هو جزء من ذلك الفريق الأكبر الذي يدعمه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين. ذلك الفريق الأكبر هو المملكة العربية السعودية والمجتمع المملكة العربية السعودية بأفراده أهل السخاء والعطاء والبذل الذين لا يتوقف عطاؤهم عن دعم العمل الإنساني والخير والإغاثي، وهم أكبر ثروة الحقيقة يمتلكها المركز. نعم، إذن المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور سامر الجطيلي، شكرا جزيلا لك. تطلق وزارة الصحة اليوم الحفل الختامي لجائزة وعي في موسمها السادس، وتعد الجائزة أحد مبادرات الوزارة لدعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي من الجهات والأفراد بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي. ويبلغ إجمالي جوائز المبادرة أكثر من 1,000,000 ريال موزعة على 6 مسارات. والحديث أكثر مشاهدي الكرام حول هذه الجائزة والحفل الختامي ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام التسويق والتوعية في وزارة الصحة الأستاذ وليد الحربي. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد، وحدثنا يعني عن الحفل الختامي المقام، على ماذا يشمل وما هي أيضا مسارات الجائزة؟ أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم. جائزة وعي هي أحد مبادرات وزارة الصحة التي تهتم بتعزيز الوقاية ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع. اليوم بإذن الله مساء ستحتفي بموسمها السادس. الجائزة ولله الحمد حتى الآن استمرت لستة مواسم، وهذا يعطي إشارة ودليل على نجاح الجائزة ولله الحمد، وأنها في كل عام تحقق مستهدفاتها التي يقودها التحول الصحي وتعزيز مبدأ الوقاية ورفع الوعي الصحي. جائزة وعي هي تستهدف صناع المحتوى وكافة المهتمين بالتوعية الصحية من الجهات والأفراد. لدينا عدة مسارات فنية، هذه المسارات يستطيع المتقدم يتقدم إليها ويختار موضوعه الصحي من ضمن قائمة من عشرات المواضيع اللي موجودة في موقع جائزة وعي، إما تتحدث عن الأمراض المزمنة، النشاط البدني، الغذاء الصحي، بعض السلوكيات المضرة بالصحة كالتدخين أو غيره، ثم يقدم بمشاركته على الجائزة ويفوز على عدة جوائز نقدية مقدمة مثل ما ذكرتم مجموعها يتجاوز 1,000,000 ريال. أيضا جائزة وعي بدأت في المملكة تستهدف المواطنين، ثم بدأت تستهدف المواطنين والمقيمين، وهي الآن للعالم العربي بأكمله. ولله الحمد استقبلنا تقريبا 56% من المشاركات جاءتنا من المملكة، بينما 44% من المشاركات كانت من المبدعين حول أنحاء العالم العربي. نعم، يعني كيف كانت الآلية المتبعة للتقييم والاختيار من بين هذه المشاركات؟ كل هذه المشاركات تمر بمرحلتين للتقييم. المرحلة الأولى هي التقييم الطبي والتأكد والصحي والتأكد من جودة المعلومات المستخدمة وصحة هذه المعلومات، لأن كل هذه المشاركات الفنية يعاد استثمارها عبر وزارة الصحة وجائزة وعي وعش بصحة المنصة التوعوية لوزارة الصحة عبر توعية المجتمع
عبر مختلف المنصات الإعلامية. لذلك إحنا المرحلة الأولى هو نتأكد من جودة المعلومات المستخدمة في هذه المشاركات، ثم تنتقل كافة هذه المشاركات للتقييم الفني واللي فيه لجنة تحكيم متخصصة أيضا معلنة أسماءهم في الموقع الإلكتروني لجائزة وعي، يقومون بتقييم عبر معايير، هذه المعايير أيضا معلنة لدى المشاركين يعرفونها مسبقا. كل هذه مراحل يمر بها مشاركة المشارك، ثم في الحفل الختامي نتوج المشاركات الفائزة بالمراكز الأولى، وتبقى جميع هذه المشاركات على مدى أعوام متاحة لكل من يريد أن يهتم بالتوعية الصحية أو يتثقف هو ذاتيا أو يستفيد من هذه المشاركات عبر إعادة نشرها في منصاته الخاصة أو منصات منشأته، هي متاحة للجميع. أستاذ وليد، يعني من هم أبرز المشاركين سواء من كيانات أي جهات صحية حكومية أو من أفراد خبراء ومهتمين؟ المشاركات متاحة للجميع، جائزة وعي هي مفتوحة للكل، لديها مسارين أساسية، مسار الطلاب ومسار الأفراد، الكل يستطيع أنه يشارك في جائزة وعي. استقبلنا مشاركات من كافة دول العالم العربي، طلعنا فيها على هموم صحية وتحديات صحية لدى مختلف الدول، وكيف هؤلاء المبدعين يعالجونها بأسلوبهم اللي يتناسب مع ثقافتهم ويتناسب مع نمط حياتهم. كل هذه المشاركات رأيناها واستمتعنا فيها، واليوم بإذن الله نكرم الفائزين منهم. إلى أي مدى نجحت هذه الجائزة أستاذ وليد في دعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي؟ إحنا والله الحمد نستقبل مئات المشاركات، إن لم يكن آلاف المشاركات كل موسم. هذه المشاركات نظل نستخدمها لمدة أعوام بعد الموسم. عرضنا مشاركات هؤلاء الفائزين على التلفاز، عرضنا مشاركاتهم أيضا في منصات السينما، في سينما وعي نعرضها بشكل مستمر على الموقع الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وهي تحصد آلاف المشاهدات، ويستخدمها الكثير في توعية من يريد توعيتهم. شاهدنا عدة جهات كان لديها حملات داخلية للتبرع بالدم استفادت من المنتجات التي وردت في جائزة وعي، أيضا آخرين كانوا يريدون أن يحفزوا متابعيهم أو موظفيهم لتبني نمط حياة صحي واتخاذ سلوك المشي كسلوك يومي أو الرياضة، أيضا استفادوا هؤلاء من مشاركات المشاركين في جائزة وعي. فجائزة وعي هي تأخذ هذه المشاركات وتحافظ على اسم المشارك سواء كان جهة أو فرد، وتجعل أثر هذه المشاركة ممتد لأعوام. جميل. مدير عام التسويق والتوعية بوزارة الصحة وليد الحربي، شكرا جزيلا لك. اعتمدت وزارة الصحة 14 شهادة احترافية مهنية مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وتهدف البرامج المعتمدة إلى تطوير الكوادر الصحية في المملكة وتعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال توفير مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، حيث تشمل الإنعاش القلبي الرئوي والرعاية الحرجة والإصابات، إضافة للإسعافات الأولية. أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارا سلوكيا للتوعية باضطراب الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الاختبار ضمن حملة لعيب لكن، التي تسلط الضوء على تعزيز أهمية الحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة وأهمية التوازن بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الأخرى في الحياة اليومية، مع تقديم الحلول التمكينية وتقليل الأثر السلبي الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية على حياة وصحة اللاعبين وأولياء الأمور. باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة من خلال التسبب عمدا بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، ووجهت النيابة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاما حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة
واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم. يرصد اليوم في سماء العالم العربي الظهور الأول لقمر البدر العملاق هذا العام، حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد، ما سيجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقا. أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن هذا البدر العملاق يعرف أيضا باسم القمر الأزرق الموسمي، وهو حدث نادر يحدث مرة كل عدة سنوات، حيث تشير تسمية القمر الأزرق الموسمي إلى ثالث قمر بدر من 4 بدور خلال الموسم الحالي في الفترة ما بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الرياض القصيم والمدينة المنورة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس في المملكة ينضم إلينا هاتفيا المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل عقيل. أهلا وسهلا بك أستاذ عقيل ومساك الله بالخير، وبودنا لو تصف لنا حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق المملكة. أهلا وسهلا سمان المساقير، حياك الله. يعني ما زالت الأجواء حارة بل شديدة الحرارة على القطاع الشرقي من المملكة. هذا اليوم في ساعات الظهيرة وصلت درجات الحرارة كعظمى في القيصومة 49 درجة مئوية، القصيم ووادي الدواسر وصلت إلى 47 درجة مئوية، في العاصمة الرياض ورفحة وصلت إلى 46 درجة مئوية. فنشاهد ما تزال الأجواء حارة على القطاع الشرقي من المملكة تلامس نهاية الأربعينات درجة مئوية. متوقع إن شاء الله تعالى أن تستمر الأجواء حارة حتى نهاية الأسبوع على القطاع الشرقي من المملكة، قد تلامس درجات الحرارة نهاية الأربعينات درجة مئوية على القطاع الشرقي من المملكة، والمناطق الشرقية منطقة الرياض تصل درجات الحرارة ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية. تبقى الأجواء إن شاء الله معتدلة على المصائف، تميل درجات الحرارة للانخفاض في ساعات المساء. الملفت للانتباه إن شاء الله سلمان أنه هطول الأمطار متوقع أن يزداد وتزداد غزارة هطول الأمطار خلال نهاية هذا الأسبوع على منطقة نجران، منطقة عسير، جازان، المرتفعات الباحة، جنوب منطقة الرياض، منطقة المدينة المنورة، بعض أجزاء منطقة القصيم وحائل. نعم، إذن المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. لتعزيز القيمة الاقتصادية المركز الوطني للنخيل والتمور يطلق مواسم تمورنا في السعودية. نسكافيه بتاعك كافيه بلي سكر مقلقه من نخنا نسكافيه هوات نسكافيه حيوات خونا حيوة نسكافيه كلاسيك اللي تحبه في شكل جديد بنفس الطعم والنكهه القويه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه النشرة، وإليكم موجز لأهم وآخر الأخبار. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية المنتدى اللوجستي العالمي 2024
في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر المقبل. تلقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 من أغسطس في كل عام، إدراكا منها لأهمية التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعوب. وزارة الصحة تطلق اليوم الحفل الختامي لجائزة وعي في موسمها السادس، وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لدعم وتمكين المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي. وزارة الصحة تعتمد 14 شهادة احترافية مهنية مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف. وإلى أخبار المناطق، حيث اطلع أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد في مختلف مراحل التعليم. وأكد خلال لقائه المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعي أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة والأسرة والحرص على توفير البيئة التفاعلية الجاذبة للطلبة، وكذلك الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية. وهنأ السمو الطلاب والطالبات والأسرة التعليمية ببداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح. اطلع نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز على التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين وما تضمنه من أعمال وجهود. وأكد خلال لقائه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين علي القحطاني بما يقوم به منسوبو الفرع من جهود وواجبات متميزة وفق المهام الأمنية المناطة بهم. التقى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز القائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان خميس حجار، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، معربا سموه عن تمنياته للقائم بأعمال السفارة بالتوفيق. نوه أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز بالجهود التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل. واستمع خلال لقائه رئيس المحكمة الجزائية بسكاكة الشيخ عبد المحسن العليان إلى شرح موجز عن أعمال المحكمة والتطور التقني في معاملاتها الذي يسهم في تسريع وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. اطلع محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي خلال لقائه رئيس قيادة المجاهدين بالمحافظة نايف الشلوي على عرض موجز يتضمن إحصائيات القيادة خلال النصف الأول من العام 2024 ومشاركتها في مساندة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة. نفذت الشؤون الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري عددا من المشروعات الخاصة في صيانة ونظافة وتشغيل وترميم وفرش أكثر من 6000 مسجد وجامع في مناطق المملكة بقيمة بلغت قرابة نصف مليار ريال. استضاف مقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي أمين رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى للمشاركة في منتدى شباب أفريقيا 2024 الذي يهدف إلى منح الشباب منصة لمناقشة قضاياهم مع
كبرى القيادات الدينية والسياسية والمدنية وناقشت جلسات المنتدى عددا من المحاور والتي تتعلق بإسهام الشباب في الحوار وصناعة السياسات والتنمية في بلدانهم. وعلى هامش المنتدى استضاف برلمان الشباب في كينيا الدكتور العيسى في جلسة ناقشت مستقبل الشباب والتحديات التي تواجههم. دشن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل معرض برنامج سكني في مقر الملحقية الثقافية بواشنطن، ويقدم المعرض حلولا وخيارات سكنية للأسر السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية لتمكينها من تملك مساكنها بإجراءات ميسرة حتى الأربعاء المقبل. كما بحث الحقيل فرص التعاون والشراكة بين البلدين على مستوى القطاعين البلدي والسكني. كما التقى وزير البلديات والإسكان بعدد من الطلاب والطالبات المبتعثين واستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم المتعلقة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية والخدمات البلدية. أوضحت الهيئة العامة للطرق أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء جسر صفوة رأس تنورة وصلت إلى 88%، حيث يعد الجسر ثاني أكبر جسر بحري مزدوج بالمملكة، ويضيف مدخلا ومخرجا جديدا لمحافظة رأس تنورة، ويسهم في تقليل المسافة بينها وبين الدمام والقطيف، بالإضافة إلى ربطها المباشر بمطار الملك فهد الدولي. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة لتعزيز الترابط بين المدن والمحافظات وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مختلف مناطق المملكة. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من صفوة وتحديدا من أمام الجسر مراسلنا الزميل طارق الغامدي. أهلا وسهلا بك طارق، وحدثنا عن أعمال الجسر والتي يعني كما ورد في الخبر وصل نسبة الإنجاز فيها 88%، وأنت من يعني أمام الجسر، تحدثنا عن التفاصيل طارق. نعم جميل سلمان، طبعا نحن الآن أمام الجسر الذي أعلنت عليه وزارة النقل بإنجاز تقريبا 88% من هذا المشروع. طبعا هذا المشروع أهميته أنه يربط ما بين مدينة صفوة ومدينة رأس النورة، خاصة مدينة رأس النورة يوجد لها مدخل واحد، ولذلك هذا سوف يكون مدخل إضافي، بالإضافة إلى كونه يعني مثل ما ذكر جميل سلمان هو ثاني أكبر جسر بحري في المملكة. طبعا هذا الجسر بطول 3 كيلو 200 متر، طبعا المنطقة العميقة قدر طولها بما يقارب بحوالي 718 متر تقريبا، وهذه المنطقة العميقة التي سوف تكون في المنطقة البحرية. طبعا هذه الأعمال والإنشاءات الآن مثل ما ذكرنا 88%، والبقية سوف تكون على المرحلة القادمة بإذن الله خلال الفترة القريبة بإذن الله تعالى. طبعا الجسر له أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي مدينة رأس النورة، ولذلك لكونه يقلل المسافة ما بينهم وبين العاصمة الإدارية وهي مدينة الدمام، بالإضافة إلى مدينة الخبر والقطيف، بالإضافة إلى أن هذا الجسر سوف يقلل من حيث الوقت وأيضا الجهد وأيضا تخفيف الزحام على طريق الجبيل الدمام الذي يشهد حركة مرورية كثيفة خاصة في فترات الدوامات، سواء الذهاب إلى الدوام أو الخروج أو في الفترات الأخرى، ولذلك سوف يكون حل كبير جدا لهذا الأهالي، خاصة لربطهم بالذات مدينة رأس النورة بربطهم بالمدن التي هي جنوب مدينة رأس النورة. أيضا مدينة صفا والقطيف سوف يكون الوصول إلى مدينة رأس النورة سهل وسلس من خلال هذا الجسر، بالإضافة إلى بعض المدن التي سوف تكون شمال مدينة رأس النورة على سبيل المثال مدينة الجبيل، ولذلك هذا الطريق سوف يكون له أهمية كبيرة وتحديدا لأهالي مدينة رأس النورة، كما أنه سوف يقلل الفترة الزمنية وأيضا المسافة ما بين مدينة رأس النورة ومدينة ومطار الملك فهد الدولي الذي يعتبر من أكبر المطارات الدولية في المملكة. لذلك نشهد ونتوقع أن يكون هذا الجسر له تأثير كبير على الحركة ليست الاجتماعية ولكن أيضا الحركة الاقتصادية من حيث نقل البضائع، الذي سوف يقلل الفترة الزمنية ما بين رأس النورة وما بين أيضا تقريبا
ميناء الملك عبد العزيز الذي هو يعتبر من اكبر موانئ المملكه العربيه السعوديه، سوف يقلل الفتره الزمنيه لدخول ووصول الشحنات التجاريه من خلال النقل اللوجستي لمدينه راس النوره من خلال هذا الجسر الذي سوف يوفر الوقت والجهد، خاصه اذا ما علمنا ان مدينه راس النوره هي شمال ميناء الملك عبد العزيز وهي في مدينه الدمام العاصمه الاداريه، لذلك هذا الطريق سوف يكون له دور كبير سواء اقتصاديا او اجتماعيا على مدينه راس النوره، والعكس صحيح ايضا، هناك ايضا ميناء راس النوره الصناعي الذي سوف ينقل بعض البضائع وسوف يكون له دور ايضا ايجابي في النقل اللوجستي من مدينه راس النوره، ولذلك هذا الجسر سوف يكون يعني مهم جدا للمنطقه الشرقيه وايضا لتطوير الطرق والسعي الى وصول طرق حديثه ومتطوره على اعلى المستويات العالميه وفق اعلى المعايير والمواصفات الدوليه والعالميه من اجل تحقيق رؤيه 2030 التي تسعى وزاره النقل وكافه الجهات الحكوميه وايضا غير الحكوميه الى ان تسعى الى تحقيق الرؤيه والمستهدفات الرؤيه خلال السنوات القادمه. نعم، اذا مراسلنا من الدمام الزميل طارق الغامدي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. تستعد العلا لاستقبال نسخة جديدة من مهرجان سماء العلا، الحدث الأبرز الذي يجمع بين سحر الطبيعة والسماء وعظمة التاريخ في قلب الواحة القديمة، ويعود المهرجان في نسخته الجديدة كجزء من تقويم فعاليات لحظات العلا 2024-2025 ليقدم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 26 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر. تنطلق في محافظة طبرجل اليوم فعاليات مهرجان القمح في نسخته الأولى بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ولجنة المهرجانات والفعاليات بالمحافظة ومشاركة المزارعين والشركات الزراعية والجهات الحكومية بالمحافظة والأسر المنتجة. ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، وستشهد النسخة الأولى من المهرجان تنظيم ورش عمل زراعية و25 منصة عرض للمنتجات والخدمات. اتفاقية تعاون وانتفاع بين هيئة التراث ومشروع الرامس بمحافظة القطيف لإحياء التراث في بيت الحرفيين، وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الهيئة في المحافظة على التراث الوطني. نشاهد. في محافظة القطيف بيت للحرفيين، جاء نتيجة التعاون بين هيئة التراث ومشروع أجدان الرامس. انطلقت منه هيئة التراث بدورات تدريبية مجانية في الحرف اليدوية والموروث الشعبي في مجال الخشبيات وشباك الصيد وتطريز النجدة. إن هيئة التراث وفرت المقر المناسب والمعدات المناسبة والمدرب المناسب والبيئة المناسبة لهذا الشيء، فكل العوامل هذه توفرت، خلاص ان باقي الشخص انه يبدع بس. المميز في بيت الحرفيين هنا انها تخدم ارث المنطقه نفسها، البيئه، كيف نمط الحياه كلها، كيف ان الحرفي اخذ من البيئه نفسها وطورها لتناسب حياته. 45 متدربا ومتدربه يقودهم الشغف، بعضهم كانت له خبرة سابقة تحتاج للتوجيه، والبعض الآخر عزز هوايته للوصول إلى الاحتراف. المنتج يكون قديم بس الآن على كل شخص وفكرة، ممكن يطور عليه أشياء على حسب إيش فكره هو. أيضا هناك مسرعات أعمال قامت بها هيئة التراث، هناك اللي هو الدورات الافتراضية والورش الافتراضية، أسهمت كثير في بنائنا كرواد أعمال وكذلك حرفيين لأي منطقة. تراثنا وموروثنا الشعبي في قالب جديد وتصاميم مبتكرة تباهي به هيئة التراث خلال مشاركاتها المحلية والدولية بقصص من التراث السعودي.
تعد السياحة الزراعية في حائل من أهم المقاصد لأهالي وزوار المنطقة، حيث تفتح العديد من المزارع أبوابها لاستقبال الأهالي والزوار لقضاء وقت ممتع عبر مجموعة من التجارب والخدمات لقاصديها. نتابع. السياحة الزراعية نوع من السياحة البيئية والريفية التي تركز على الأنشطة والتجارب المرتبطة بالزراعة والبساتين والحقول، ويجد فيها الكثير من أهالي منطقة حائل الأنس، حيث تقل درجات الحرارة عن المدينة، وبها العديد من الخدمات كالإيواء وتوفر أماكن الشواء وألعاب الأطفال. الإيواء تتنوع مستوياتها، وهنا إحدى النزل الريفية التي توجد بها الخدمات الفاخرة التي توفر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان قضاء الزوار تجربة مليئة بالبهجة. يجد من يريد تجربة السياحة الزراعية الريفية مجموعة من الامتيازات، من أهمها التفاعل المباشر مع الحيوانات والنباتات في المزرعة، كما يتم التعرف على طرق متعددة للحفاظ على البيئة، والتعرف على المنتجات الزراعية التي تزخر بها المزارع. مجموعة منظومة متكاملة تجد الزائر يستمتع مثلا فيها، ويحس أنه حقيقة أتى إلى مكان مختلف عن مكان يعني معتاد في السابق، أنك تروح مثلا وبسيارة إلى قضية مثلا مكان إيواء مغلق بين الأربع جدران والأمور هذه كلها. هالمسائل هذه غير موجودة، أنت مفتوح أمامك الهواء الطلق والشمس والبيئة المحيطة، وهذه الحقيقة تعتبر مكسبة كبيرة. ولضمان استدامة هذا النوع من السياحة، يحمل المرشدون السياحيون على عاتقهم إضافة ذلك ضمن خطط السياح والتسويق إليه من أجل قضاء تجربة فريدة ومختلفة. محمد عثمان، حائل. أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مواسم تمورنا عبر فعاليات تراثية وثقافية مصاحبة لأسواق التمور في جميع مناطق المملكة، حيث تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين، وذلك لتعزيز القيمة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للتمور وترسيخ ارتباط التمور بالإرث الثقافي والاجتماعي في المملكة. أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برنامج جسور، أحد برامج مبادرة صمم في السعودية، الهادف إلى تعزيز التعاون بين المبدعين المحليين والشركات الرائدة والعملاء الباحثين عن تصاميم فريدة ومبتكرة. ويعمل البرنامج على ربط المصممين بشركاء تجاريين مهتمين بالابتكار، مما يتيح للمصممين فرصة تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات ملموسة كجزء من جهود الهيئة لدعم المواهب المحلية في مجال التصميم الصناعي وتصميم المنتجات. يعد مشروع سلام للتواصل الحضاري أحد المشروعات الوطنية الذي يقدم العديد من البرامج والمبادرات، أهمها برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي وتزويدهم بالمعارف والمهارات لتمكينهم من تمثيل السعودية في اللقاءات والمحافل الدولية. للمزيد حول هذا المشروع يلتحق بنا من الرياض الزميل عبد الرحمن الموسى. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن، وحدثنا عن هذا المشروع بالتفصيل، ما هو؟ أهلا سلمان، أحييك وأحيي السادة المشاهدين لأخبار السعودية في كل مكان، وتحية أخرى مماثلة من زميلي عبد العزيز الدوسري وأحمد مطيري خلف الكاميرا. الحقيقة مشروع سلام للتواصل الحضاري هو مثل ما تفضلت أحد المشروعات الوطنية التي قامت هنا في المملكة العربية السعودية لارتباط الشعب في المملكة العربية السعودية بالثقافات العالمية، وإقامة العديد من البرامج والمشروعات الوطنية
الإنسانية التي تساعد على مد جسور التواصل بين المملكة والثقافات المختلفة الأخرى في جميع دول أنحاء العالم. من أهم هذه البرامج التي يقدمها مشروع سلام للتواصل الحضاري برنامج تأهيل القيادات الشابة، وهو أحد المشروعات والبرامج التي تعد ومنسجمة مع رؤية المملكة 2030 لتدريب الشباب والشابات واستثمار طاقاتهم في مثل هذه البرامج لتحسين الصورة الذهنية للعالم أجمع عن المملكة العربية السعودية وما تقدمه للعالم. معي هنا مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الله بن سعيد الزهراني، وهو رئيس إدارة بناء القدرات والتواصل الحضاري في هذا المشروع. نرحب بك أستاذ عبد الله ويعطيكم العافية على هالجهود اللي تقومون بها في هذا المشروع. ودنا تعرفنا ومشاهدينا الكرام عن مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع وعن البرامج التي يقدمها. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرحمن، وأهلا بالقناة السعودية في مقر مشروع سلام. سعدنا بحضوركم وبتشريفكم وبدعمكم الدائم. مشروع سلام للتواصل الحضاري هو أحد المشاريع الوطنية اللي تسعى إلى تحسين الصورة الذهنية للمملكة وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب أو مع الشعوب والثقافات المختلفة. مشروع سلام تأسس عام 2015 ويسعى إلى مساندة الجهود القائمة في مجال التواصل الحضاري والصورة الذهنية. نعمل على عدد من الأنشطة المعرفية والبرامج التدريبية. أحد هذه البرامج هو برنامج تأهيل قيادات الشاب للتواصل العالمي مثل ما ذكرت أستاذ عبد الرحمن، وهذا البرنامج نحن ننفذه ويتم تنفيذه خلال أو مرة واحدة في السنة. أطلقنا التسجيل في النسخة السابعة من هذا البرنامج في الأسابيع أو في الأيام الماضية، ويمتد فترة التسجيل حتى نهاية شهر أغسطس. ندعو كل الراغبين من الشباب السعودي المهتم في مجال تمثيل المملكة في المحافل الدولية الدخول على موقع مشروع سلام والاطلاع على صفحة البرنامج والتسجيل في البرنامج. احنا يعني ننفذ البرنامج مرة واحدة في السنة، ونقبل فيه 70 شاب وشابة من نخبة شباب المملكة. نتمنى التوفيق لكافة المتقدمين، وكافة المقدمين يخضعون لعدد من المعايير والإجراءات والاختبارات اللي تمكنهم إن شاء الله من قبولهم النهائي. جميل. لو تحدثنا أيضا عن الساعات اللي يقدمها هذا البرنامج، كم ساعة يقضيها المتدرب حتى ينتهي من هذا البرنامج التدريبي؟ حقيقة نحن نسعى في البرنامج إلى أن يخضع هذا المتدرب أو المشارك لكافة المعارف والمهارات ذات العلاقة بمجالات البرنامج، وتقريبا لدينا 110 ساعة تدريبية يخضع المتدرب خلال فترة البرنامج. البرنامج ينفذ خلال فترة 3 شهور ويتم تنفيذه خلال تقريبا أيام حضورية وأيام عن بعد أو افتراضية. وهذه الساعات التدريبية تتنوع في جلسات تدريبية أو ورش عمل تفاعلية، جلسات عصف ذهني، وأيضا عدد من التطبيقات وأنماط التعلم والتدريب المختلفة. جميل. الأعمار التي تستهدفون في هذا البرنامج، لو تحدثنا أيضا الجنس، هل هو مخصص للرجال أم للشباب والشابات؟ ودنا تتكلم عن هذا الموضوع. هو مخصص للشباب السعودي من الجنسين ومن عمر 20 إلى 32 سنة. مفتوح المجال، يمكن هذا المتطلب الرئيسي. المتطلب الرئيسي الثاني أن يكون لدى المتقدم إتقان للغة الإنجليزية، وهذا مهم جدا في عملية القبول وقدرة ورغبة هذا المشارك في تمثيل المملكة في المحافل الدولية. كل هذه المتطلبات يعني يتم فرزها من خلال سجلات المتقدمين وإجراء عدد من الاختبارات المعرفية والمهارية والمقاييس أيضا الخاصة بالقبول. ثم المرحلة الأخيرة هي المقابلة الشخصية حتى يتم الترشيح للقبول النهائي. ما في شك العدد اللي متقدمة يمكن كبيرة شوي، ونحن ما نستهدف في السنة إلا 70 شاب وشابة. العوام الماضية كان القبول مجرد 60، رفعنا العدد في السنة الماضية والسنة هذه، وقد يكون إن شاء الله في العوام القادمة في أكثر من نسخة من البرنامج سوف تقام في السنة بإذن الله. جميل. هل البرامج كلها تقام في الرياض أو في مناطق المملكة أو في خارج المملكة أيضا؟
ممتاز. البرنامج هو مخصص أو يقام حاليا في مدينة الرياض، ونعمل على خطة حقيقة تطويرية من خلال الانتشار والوصول إلى شرائح مستفيدة في جميع مدن المملكة. نعمل على منصة إلكترونية تدريبية، بوابة تعلم خاصة ببرامج مشروع سلام، سوف يتم الانتهاء منها في خلال هذا العام، وسيتم تنفيذ إن شاء الله البرامج والوصول لكافة الشرائح الشبابية في مدن المملكة بإذن الله. جميل. طيب، رسالتكم الأخيرة أستاذ عبد الله في مشروع مستقبل سلام، وأيضا عامة وبالتحديد أيضا مشروع تأهيل القيادة الشابة بشكل خاص. أول شيء حقيقة نحن نعمل عمل يعني كبير وعمل وطني، ونفخر بهذه الأعمال على مستوى الإصدارات والدراسات والأبحاث في مجال الصورة الذهنية والتواصل الحضاري، وأيضا على مستوى البرامج التدريبية بأنواعها والتواصلية. نفخر حقيقة بمنجزات مشروع سلام من الشباب المؤهل والممثل للمملكة في المحافل الدولية، مستمرين في أعمالنا وفي تطويرها وفي تجويدها وفي استثمار الدعم اللي نحظى فيه من اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. جميل. أستاذ عبد الله بن سعيد الزهراني، وأنت مدير إدارة التنمية وبناء القدرات، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، الله يعافيك. الله يبارك فيك. نعم سلمان، كان هذا حديث الأستاذ نعم. عبد الله الزهراني، مشروع الجميل الرائد في المملكة العربية السعودية والوطني، والذي أيضا يدعو جميع الشباب والشابات من لديهم القدرة والرغبة في هذا التدريب الجميل لتمثيل المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية عن تحسين الصورة الذهنية للمملكة. نعم الزميل عبد الرحمن موسى، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، والشكر موصول لضيفك الكريم. أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور مواسم تمورنا عبر فعاليات تراثية وثقافية مصاحبة لأسواق التمور في جميع مناطق المملكة، حيث تستهدف المجتمع المحلي والزوار والسياح المحليين والدوليين، وذلك لتعزيز القيمة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للتمور وترسيخ ارتباط التمور بالإرث الثقافي والاجتماعي للمملكة. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف المختص في التمور الأستاذ عبد العزيز التويجري. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز، وحدثنا عن هذه الفعاليات التي أطلقها المركز، دورها في ترسيخ ربط التمور بالإرث الثقافي والاجتماعي في المملكة. يمكن أول شيء يمسيك بالخير أخوي سلمان ومشاهدك الكرام، ويمكن كلنا نعلم أنه يعني جزء من شعار المملكة العربية السعودية النخلة، والنخلة هي قدرها الجميل أنها عندنا في المملكة العربية السعودية تعطي أكبر عطاء في العالم، فأكبر إنتاجية للنخلة في العالم هو في المملكة العربية السعودية، بالتالي هذا هو موطنها الأصلي، وهنا تجد الاهتمام التام من قبل الجهات الرسمية، سواء كزراعة أو كاستثمار أو كتسويق. والمركز الوطني الحقيقة بدأ يقوم منذ تأسيسه بكل الأدوار، خدمة النخلة وخدمة الثمرة، ومنها هذا العام يعني اكتمال مشروع المركز الوطني للنخيل والتمور بإدارة مهرجانات وأسواق التمور في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها كرنفة البريدة والمدينة ونيزة والأحساء كتركيز عالي، وباقي المهرجانات أيضا تحظى بنفس الاهتمام، ولكن الأربعة هذه هي المشروع الأكبر الذي قاموا فيه. نعم، إذن لضيق الوقت أشكرك أستاذ عبد العزيز التويجري المختص في التمور، وقد وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام النشرة. تذكير بالعناوين، إذن تذكير بالعناوين مشاهدين الكرام. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تنظم المنتدى اللوجستي العالمي أكتوبر المقبل في الرياض. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. للتخفيف من معاناة الشعوب، المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني.
بهدف تطوير الكوادر الصحية اعتماد 14 شهادة احترافية مهنية مدعومة من هدف. النيابة العامة تحقق مع مواطن تسبب في انقطاع أطفاله عن التعليم وتوجه بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.